graduate studies, business administration, environment and health sciences, engineering, applied science and technology, architecture and interior design, communication and media studies. Faculty members have shared their wisdom and nurtured the talents of those men and women you see before you here today. With over 100 nationalities now represented at the Canadian University Dubai, the university proudly upholds its mission to unite cultures and continents through education, and this year's graduates will become an important part of that mission as they join an international network of more than 2,000 CUD alumni. Thank you.
Please join me in welcoming the Dubai Police Band as part of our ceremony today. رحبوا معي بالفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي. You may now be seated. Thank you.
Ladies and gentlemen, Board of Trustees, faculty and graduates, please rise as we welcome our distinguished guests. نرحب بمعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب والتنمية المجتمع ونرحب باللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية. Please rise once again as we open the procession with the national anthem of the United Arab Emirates. نفتتح حفلنا اليوم بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. أدعو معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان لإلقاء كلمته فليتفضل. I invite Azani Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan to the podium for his inspiring speech. Please welcome on stage. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الأخ الفاضل اللي هو الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، الخريجون والخريجات، الآباء والأمهات وأولياء الأمور، الأخوة أعضاء مجلس إدارة الجامعة، السيدات والسادة أعضاء أسرة الجامعة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم ويسعدني كثيراً أن أكون معكم اليوم في حفل تخريج الدفعة الخامسة من الجامعة الكندية في دبي،
وكما نعلم جميعا فأن حفل التخرج السنوي هو دائما مناسبة طيبة نعبر فيها عن اعتزازنا بالجامعة وتقديرنا لرسالتها وإنجازاتها في خدمة المجتمع والإنسان، بل وأيضا النظر إلى مستقبلها بثقة واطمئنان. إن حفل التخريج كذلك إنما هو مناسبة نتقدم فيها بخالص التهنئة لجميع الخريجين والخريجات، نهنئهم على نجاحهم في الحصول على درجاتهم العلمية، كما نهنئهم كذلك باعتبارهم يحملون اسم الجامعة الكندية في دبي، يعتزون بالانتماء لها ويرفعون رايتها في المجتمع ويؤكدون مكانتها في منظومة التعليم العالي في الدولة والمنطقة بل والعالم. إن تخرجكم اليوم أيها الخريجون والخريجات يمثل خطوة هامة على طريق تطوركم وتقدمكم في الحياة، كما أن المعارف والقدرات التي اكتسبتموها في الجامعة سوف تجعل منكم عنصراً فاعلاً في القوة البشرية المؤهلة والقادرة على التعامل مع معطيات العصر سواء في المجتمع أو في العالم. سيروا على بركة الله، تحفظكم رعايته وتحيط بكم عنايته. إن حفل التخريج كذلك إنما هو أيضاً احتفاء بالجهود الكبيرة والمتلاحقة التي يبذلها أعضاء أسرة الجامعة من هيئة التدريس والعاملين بها. إنه مناسبة أن نتقدم فيها لهم جميعاً بالشكر والتقدير على جهودهم في إعداد هؤلاء الخريجين والخريجات على هذا النحو الجيد والمتميز. إن حفل التخريج فوق ذلك كله إنما هو تجسيد واضح لمكانة التعليم في المجتمع والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأدوارها المهمة والمتطورة في تنمية الفرد وتقدم المجتمع. إنه بقيادة صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عزه الله ومتعه بموفور الصحة والعافية، فإن الدولة ترى بكل وضوح دور التعليم في بناء الإنسان وتمكينه من تحقيق ما وهبه الله له من طاقات وإمكانات. الدولة ترى كذلك دور التعليم في تأسيس مجتمع المعرفة، بل وتمكين المجتمع من التنافس الناجح في المضمار العالمي، بالإضافة إلى دوره أيضاً في تعميق مبادئ السلام والتعايش والوفاق في الدولة والعالم. إن صاحب السمو الوالد رئيس الدولة ومعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأخوهما صاحب السمو الشيخ الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يؤكدون دائماً أن مستقبل الدولة مرتبط وإلى حد كبير بقدرات ومعارف أبنائها وبناتها الذين هم في واقع الأمر الثروة الحقيقية للوطن، والاهتمام بتعليمهم وأعدادهم الإعداد السليم إنما هو اهتمام بالمستقبل وحرص على تشكيل معالم هذا المستقبل على نحو إيجابي وفاعل. إن حفل التخريج مناسبة مواتية نتقدم فيها إلى قادة الوطن جميعاً بعظيم الشكر وفائق الامتنان، نقدر ونعتز بدعمهم القوي لكافة مؤسسات التعليم بالدولة ومنها بالطبع هذه الجامعة الناهضة، كي تكون دائماً على أعلى مستوى من الجودة والتميز، تقوم بدورها في تنمية المجتمع والعمل على تطوره وبصفة مستمرة. أيها الحفل الكريم،
أن احتفال التخريج هذا العام يكتسب أهمية خاصة في كونه يقام يوم 6 مايو، وهو يوم توحيد القوات المسلحة في الدولة. تجسيداً صادقاً للتكامل المرجو بين مؤسسات التعليم والقوات المسلحة، بل وفي أنه أيضاً احتفاء بمبادرة الجامعة لبلورة دورها في التعاون والعمل المشترك مع هيئة الخدمة الوطنية، بما يتضمن ذلك من دعم وتأييد لأهداف الهيئة. إن الجامعة الكندية في دبي بدعوتها اليوم للأخ اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، إنما تعلن بكل قوة وفخر دعمها المطلق لأهداف الخدمة الوطنية في تأكيد وتعميق قيم التكاتف والانتماء وحب الوطن والاعتزاز بمسيرته بين أبناء الدولة. إن الجامعة ونحن معها تعلن اعتزازها بأن برنامج الخدمة الوطنية إنما هو بوتقة فريدة تنصهر فيها طموحات وجهود أبناء وبنات الوطن، وتتأكد من خلالها مبادئ الاحترام المتبادل والسلوك الأخوي والمجتمعي القوي، بل وتتعمق بها درجة النضج وسعة التفكير وبعد النظر لدى المنتسبين إليها. إن الجامعة ونحن جميعا معها تعلن عن اعتزازها بما تقوم به هيئة الخدمة الوطنية من جهد طيب في غرس عناصر الريادة والقيادة بين الشباب، بل وما تقوم به كذلك من تجسيد الوحدة الوطنية في أبهى صورها، ممثلة في وحدة الهدف ووحدة الهوية ووحدة المصير. الجامعة ونحن جميعاً معها تعلن أن الخدمة الوطنية وسيلة أكيدة تسهم في إعداد المواطن لحياة ثرية ومنتجة، تعوده الحرص على سلامة البدن والاعتماد على الذات والقيام بالواجب وتحمل المسؤولية في سبيل المجتمع والوطن، بل أنها كذلك تجعل من قواتنا الباسلة انعكاساً حقيقياً لوطننا الإمارات وما يتمتع به هذا الوطن، قادة وشعبا من حكمة وحس إنساني والسلوك الشريف ومبادئ وأخلاق نبيلة، بل وثقة متبادلة بين القادة والشعب وبين أفراد المجتمع جميعا. إنني أحيي مبادرة الجامعة الكندية في دبي في أن تكون شريكا فاعلا في كل هذه الجوانب وفي تسليط الضوء على آفاق التعاون الممكنة بين هيئة الخدمة الوطنية ومؤسسات التعليم. أرحب باسمكم جميعاً بوجود الأخ اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، في هذا الحفل، ونتطلع معاً إلى أن نرى في القريب العاجل ثمار التعاون المنشود بين الهيئة والجامعة لما فيه خير الجميع. مرة أخرى أهني الخريجين والخريجات راجياً لهم النجاح والتوفيق، كما أهني الآباء والأمهات وكافة أسرهم على تفوق أبنائهم وبناتهم على درب الخير نسير. وفي طار اعتزازنا بوطننا نؤكد العزم والإصرار على بذل المزيد والوفير لتظل إماراتنا الغالية دوما في الطليعة ودائما في المقدمة. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معاليكم على هذه الكلمة. I'm sure that words are an of great source of inspiration for CUD and their graduates.
أصحاب المعالي والضيوف الكرام، فيما يلي شريط تسجيل عن الخدمة الوطنية معد من قبل القوات المسلحة. Dear audience, we are proud to share with you this documentary about the UAE National Service as prepared by the UAE military. في الثامن من شهر يونيو عام 2014 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية. توافد أولياء الأمور لتوصيل أبنائهم إلى مراكز التدريب المختلفة في خطوة تظهر دعمهم ومساندتهم لأبنائهم في خدمة الوطن. يستكشف شباب الوطن ملامح حياتهم الجديدة ويحملون معهم أولى مسؤولياتهم وأول ما يتعلمه المجند في يومه الأول من الحياة العسكرية الجديدة النظام والاعتماد على النفس. وتعتبر الرياضة واكتساب البدنية من أساسيات المناهج التدريبية لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومن أنواع التدريب القتال المتلاحم، ويتم التدريب عليه من خلال رياضة الجوجيتسو لتقوية القدرات القتالية للمجندين. ويتم تدريب المجندين على الضبط العسكري من خلال التفتيش المستمر على الثكنات والقيافة والهندام. ويتم تدريب المجندات والمجندين على دروس المشاة والتي تنمي فيهم الانضباط العسكري والطاعة من خلال تنفيذهم للأوامر. ويتلقى المجندون والمجندات محاضرات وطنية وتوعوية لتنمية الحس الوطني والولاء والتضحية في نفوس أبناء الوطن. كما يتم تدريب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية على استخدام الأسلحة الخفيفة، ويبدأ ذلك بالدروس العملية على فك وتركيب السلاح، ثم يمر المجند بعدة اختبارات للتأكد من قدرته على استخدامه. وسارع شباب الوطن بتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية على الفئة العمرية المحددة والخاص بفئة الموظفين بإنهاء إجراءات التسجيل للدفعة الثانية. شباب الإمارات عندهم الحماس في خدمة بلدهم، وهذا الصراحة شيء يرفع الرأس، والله يوفقنا وياهم إن شاء الله. وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن فخره واعتزازه بانخراط أبنائه وبناته في الخدمة الوطنية. نحن كلنا فخورين بكم في الخدمة الوطنية، وخاصة يعني أنكم أنتوا أقبلتوا عليها، وكلنا مشينا في الدرب اللي انتم مشيتوا بيشوفون كلهم. نحن اخذنا هذه الدورات
ونتذكرها لليوم، وأنتم إن شاء الله بتذكرونها طول حياتكم على الانضباطية وخدمة الوطن. وأقول لأخواتي البنات يعني بالتطوع أنتم جيتوا، وهذا يرفع رؤوسنا ويشرفنا كثير، واستمروا فيها إن شاء الله. كما أكدت المتابعة الميدانية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص سموه على الالتقاء بأبنائه الملتحقين بالخدمة الوطنية والاحتياطية وتفقد برامجهم التدريبية. أنا جدا سعيد بوجودي عند عيال بلادي، عيال زايد، عيال خليفة الله يحفظهم، في فترة تدريب بسيطة جدا ما تعدى شهرين تقريبا، شفت في عيونهم أنهم رهاننا عليهم مرتين، رهاننا في محله وهم قد المسؤولية. مرة ثانية الله يوفقهم ويحفظهم. اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن تشريفكم حفلنا اليوم يؤكد على دعمكم لجسر التواصل بين المؤسسات العسكرية والمؤسسات المدنية. أدعو سموكم لإلقاء كلمتكم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وشؤون الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، السيدات والسادة أعضاء هيئة التدريسية والعاملين بالجامعة الكندية بدبي، إخواني وأخواتي خريجين الدفعة الخامسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهدنا سوياً الفيلم القصير الذي تم تصويره في المعسكرات التدريبية للخدمة الوطنية، والذي قام فيه بدور البطولة أبناء الوطن عيال زايد رحمه الله، الذي اجتمعوا من مختلف الإمارات الدولة تحت لواء واحد هو لواء الوطن، ليثبتوا للعالم أجمع أنهم ليسوا الفتية المدللين، بل هم الرجال الأقوياء القادرين على حماية وطنهم، مؤكدين بأنهم على العهد باقون وبالوعد يوفون. الرجال مستشهدين بفخر واعتزاز بمقولة المؤسس الشيخ زايد رحمه الله: لن نتوقف أبداً عن خطواتنا من أجل طموحاتنا وآمالنا، وإننا ندعو المواطنين للتفاني في حب هذا الوطن وخدمته وتحمل المسؤولية على الوجه الأكمل ومضاعفة العمل من أجل خير المواطن وأهله ودولته، وقبل هذا كله الإيمان بالله. هذه وصية الأب لأبنائه: التفاني في حب الوطن والمضي قدماً لتحقيق رفعته وتحمل المسؤوليات الوطنية بكفاءة واقتدار. لذا انتهز هذه الفرصة في هذا الحفل الكريم للحديث عن بعض الحقائق المتعلقة بالخدمة الوطنية وطبيعة الحياة العسكرية وأثرها في بناء الإنسان وتقويم سلوكياته وتهذيب نفسه وتعزيز قيمه الوطنية، والتي أعتقد بأنها حقائق غائبة عن أذهان الكثير منكم. في البداية أوصي أبناء الوطن عيال زايد المقبلين على أداء الخدمة الوطنية أن يقبلوا عليها برؤوس مرفوعة وهمم عالية وشرف عظيم لا يعلوه شرف وأمانة ومسؤولية، فالخدمة الوطنية هي طريقنا نحو المواطن الصالح والمستقبل المشرق الآمن والواعد لكم وللأجيال القادمة. فإذا كان إقبالكم على الخدمة الوطنية بهذه الروح المعنوية
العالية، فأنكم ستدركون القيمة الحقيقية لهذه التجربة الوطنية وتأثيرها المباشر على حياتكم الشخصية والمهنية، وستنجحون في قيادة مسيرة البناء والتطوير التي ارتأتها القيادة الرشيدة. كما قال المؤسس الشيخ زايد رحمه الله: إن طريق الجندية شاق وطويل لا يبلغ منتهاه إلا الرجال المؤمنين بربهم وبقدسية ثرى وطنهم. لقد أصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 6/2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، تأكيداً على حرص الدولة ورغبتها في تعزيز قدراتها الدفاعية وضمان قيامها بدورها كقوة إقليمية فاعلة في مواجهة المخاطر الأمنية الحالية والمحتملة الناجمة عن الأزمات السياسية والمتعاقبة، وليؤكد كذلك على مسؤوليات القيادة الرشيدة تجاه تحقيق التوازن بين العولمة والحفاظ على مقومات الهوية الوطنية ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وبذلك يعتبر هذا القانون أحد أهم الإنجازات الدستورية في تاريخ الدولة الحديث، فالإمارات فرضت الخدمة الوطنية وطبقتها شأنها شأن العديد من دول العالم مثل سنغافورة وكوريا وفيتنام وسويسرا وفنلندا والعديد من دول العالم. تركزت التدريبات العسكرية في مرحلة التدريب الأساسي لمجندي الخدمة الوطنية على المبادئ الأساسية للعمل العسكري وغرس الانضباط، والتي تمكن المجند من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة به على أكمل وجه. وغرس هذه المبادئ لا يتم عن طريق التلقين، بل من خلال الممارسة الفعلية للمهام والمسؤوليات والتكليف والتوجيه والإرشاد. لذا يركز التدريب الأساسي على البحث عن نقاط الضعف في المجندين والتعامل معها وتحويلها إلى نقاط قوة، ويتم بعد ذلك رصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها وتحويلها إلى عوامل نجاح. ومن القضايا الجوهرية التي تركز عليها الخدمة الوطنية في جميع مراحلها تعزيز الجانب الوطني لدى المجندين من خلال المحاضرات التي يلقيها المختصين، كما تساهم في رفع مستوى الوعي الأمني لديهم من خلال تنويرهم فكرياً وأمنياً تجاه ما يدور حولهم من قضايا، الأمر الذي يجعلهم قادرين على تمييز الأفكار الهدامة التي تبثها جهات ومنظمات عديدة بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتعريفهم بالجماعات الإرهابية واستشعار خطرها على أمن وسلامة الوطن وبيان كيفية التعامل معها. في نهاية كلمتي أود التأكيد بأن هدف الخدمة الوطنية يتجلى في إعداد كوكبة من القيادات الوطنية التي تمتلك مقومات قيادة ناجحة من خلال القوة البدنية والشجاعة والثقة بالنفس ورابطة الجعش واحترام القادة والرؤساء والقانون، أجيال تدين بالانتماء الحقيقي والولاء المطلق لله، للوطن، للرئيس، أجيال ثابتة على الحق ولائها واحد لا يتجزأ ولا يقبل قسمة أو مساومة أبداً، مؤكداً على ثقة القيادة الرشيدة بأبنائها، ومذكراً إياهم بكلام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد على القوات المسلحة أثناء زيارته لأحد المعسكرات التدريبية إلا أن للخدمة الوطنية، عندما قال: على الرغم من الفترة الوجيزة في ميادين التدريب، إلا أننا رأينا بعيونهم ما كنا نراهن عليه ورهاننا عليهم في محلة ولن يضيع، وقد أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والثقة. ويشرفني أن أختم هذا اللقاء الطيب بهذه الكلمات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي أعتبرها شهادة شكر وتقدير وعرفان
من القيادة الرشيدة لكل أبناء الإمارات البنات أبناء وبنات الوطن على الجهود التي يبذلونها في سبيل المحافظة على أمن واستقرار الوطن ورفعة شأنه، مع تمنياتي للجميع بالسداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سموكم على هذه الكلمة. A speech that reflects on how well the UAE Armed Forces are organized. I now invite Mr. Buti Saeed Muhammad Al-Gindi, Chancellor of the Canadian University Dubai, to deliver the CUD address. Please welcome on stage. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية Your Excellency عارف ليلاني Canadian Ambassador to the UAE أصحاب السعادة والمعالي ضيوف الكرام أولياء أمور الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إنجازات دولة الإمارات ما هي إلا حصاد لثمار المؤسس القائد والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأنه يملأنا الفخر بأننا عيال زايد شعار يعكس مشاعر الانتماء والولاء لكل القيم والأسس والبنيان الوطني التي زرعها رحمة الله عليه في أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة إن هذا البنيان الوطني يرى في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج القائد الأمثل الذي يبذل كل غال ونفيس لأبناء هذا الوطن وليس غريباً على كل إماراتي أن يصدح بكل فخر كلنا خليفة فقائدنا الشيخ خليفة هو التجسيد الحقيقي للمعاني الوطنية التي تفخر بها دولة الإمارات وكلنا لخليفة إن قيادتنا تدفعنا دائماً للإقدام والإبداع والتميز فجاءت إشارة فوز نصر حب التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تجسيداً لمعاني نبيلة فالفوز هو طريق الوصول إلى الأفق البعيدة وللأهداف الساهمية أما النصر فهو تجسيد الطموح واقعاً ملموساً وتحدي النفس للوصول إلى ما بعد الفوز في حين يبقى الحب عنوانا رائدا لحب الله وحب الوطن وحب القائد على حد سواء سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إنما تحقق في الجامعة الكندية دائما في دبي إنما يعود لتشجيعكم ومساندكم ودعمكم اللامحدود لمسيرة الجامعة فمنذ توجيهات معاليكم على الاهتمام بالأبحاث العلمية حرصت الجامعة على تطوير أساليب البحث العلمي ومهارات الباحث التي غدت استراتيجية بارزة في مناهج الجامعة ومساقها التدريسية فشكراً جزيلاً على توجيهاتكم ونؤكد لكم دائماً على السعي المتواصل لأن نرقى لطموحات معاليكم إذا كان دورنا كجامعة هو دور أكاديمي وبحثي فإن الخدمة الوطنية أنيطت بها فإن الخدمة الوطنية أنيطت بها ثلاثة مهام ومسؤوليات جسام فهي تحمل الجانب الميداني العسكري والجانب الأكاديمي التربوي والجانب التطبيقي الميداني وقد أسندت مسؤولية هذه المهام إذا اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان الذي لمسنا ثمار نجاح جهود سموه في أبنائنا من الدفعة الأولى للخدمة الوطنية فور التحاقهم وهو نجاح سيكون له الأثر العظيم في تحقيق مفهوم الانصهار الوطني وتجسيد الهوية العربية والإسلامية السمحة لدولة الإمارات العربية المتحدة الخريجون والخريجات أبارك لكم ولولياء أموركم بيادر الحصاد وموسم الفرح فها أنتم اليوم تقطفون ثمار سهركم في الجد والدراسة والعمل لقد نلتم ما كنتم تصبون إليه من نجاح فهنيئا لكم فأنتم فخرا للجامعة أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة مدير الجامعة دبي
البروفيسور كريم تشلي ولأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية الذين عملوا بروح الفريق الواحد في سبيل تحقيق أهداف ورسالة الجامعة. دامت الإمارات بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Mr. Bhutti, for your address. I'm now delighted to introduce a very special performance dedicated to the national service by the Canadian University Dubai. أيها الحفل الكريم، تود الجامعة الكندية دبي إهداء الخدمة الوطنية هذه الفقرة الأدبية التي هي عبارة عن حوار بين الوطن وأبنائه. أمرك علينا يا وطن، أرواحنا ترخص بنا، تفداك لو غال الثمن، ما نقبل العيشة بلا. وقت الرخاء وقت المحن، ما ننثني عنك معه، تبقى على طول الزمن، غايتك في عالي سما، تكبر ولا تشكل وهن، نحميك ونعيش بحما، نوعدك لو في كل ظن، وفي الوعد شعبك عطا. على اللزم قوة وحشود، وخالد أمر حكمة وعبر، درع الوطن يا السامعين، شيخ الوفا عزم وصفا برق ورعود، قاد الأمر صعب وعسر على الأوامر طايعين، خدمة وطن غالي الثمن على العهود، أرواحكم وأفعالكم على انتو الحمص طول السما درع الحدود.
شباب المخلصين. يا دار درتين الفعل ونقولها قولوا فعل رجال ورجال الرجال على الهوى مرنا امتثل بالصفنا ولا محل بالصعب ولا بالسهل شجعان ما نخشى النزال ما همنا حمل الثقل وتزمجرت سود الليال احنا لها نطير ونحل ابشر وطن بكل حال نيران دونك نشتعل الوطن غالي الثمن بذل الجهود أمالنا وأولادنا وفيكم نرد الطامعين سد وذخر شان وفخر فعل الأسود بر وبحر ظلمة وسفر على السلاح مدربين القايد أمر شاعل خبر لب الوعود أجدادنا كانوا لها درع وسدود اتشرفوا واتدربوا خدمة وطنكم بعدين انتو الحمى صقور السما درع الحدود بلادكم تفخر بكم وانتو الشباب المخلصين نشكركم على هذا الأداء الجميل ونشكر الفرقة الموسيقية لأكاديمية الشرطة في دبي على هذه المشاركة. I'm now pleased to invite Dr. Karim Shili, Vice Chancellor and President of Canadian University Dubai, to address the graduates of 2015. Please welcome on stage. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Highness, Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan,
Your Highness, Sheikh Ahmed bin Tahnoon Al Nahyan, Excellencies, Mr. Arif Lalani, Canadian Ambassador to the UAE, Mr. Bouti Saeed Al Kandi, Canadian University, Dubai Chancellor. Graduates, colleagues, faculty, and staff, honorable guests, and friends. As a president of the Canadian University, Dubai, I am constantly assessing our progress and our development. And I look not only at the results that we have been able to achieve, but most importantly, how do we have achieved them? When I look back, 2006, where we began, to where we are now, I feel overwhelming sense of pride. Pride in the achievement of our graduates and students, and pride in the faculty and staff who have served them. So today, if you allow me, I decided to touch base on what I will consider the essence of our success and define what defines our mantra or who we are. So allow me to echo on our core values and how we live them in our day-to-day life. P-R-I-D-E, pride. P as for people. The core of any organization's success is its people. The people of the university, our board of trustees, faculty, support staff, administrators, students, and you. Our graduate, today you are taking you, we are taking you as graduate as one of us. Inclusiveness is what we stand for as in this first core value. In the Canadian University of Dubai, we believe in individuals to live responsibly and to reach their potential as citizens of society. Informed and inspired Canadian University Dubai graduates will have a knowledge of the meaning of civil life in the diverse community, locally and globally. R, as for respect. We always need to remember that our main role is not just to teach the curriculum and the subjects that we teach. More importantly, we are teaching individuals. We are contributing to the development of young adults and preparing them for the future, to be valuable members of a society, and to have respect for others, an absolute essential value to be a global citizen is to admire and respect one another from wherever. I, for integrity. We can develop the sense of responsibility and respect if we, as guardians of charges, practice what we preach. We must set an example to follow by living our lives right, being honest. We can shine a light which will make level of integrity, which society needs, especially in times like today. For this world to move forward, we have to learn and respect this value. D, for diversity. When the university opened, we deliberately chose to make it as accessible as possible for potential students. Today, we have students representing 100 countries, more than 100 countries, actually. Today, we have faculty coming from all over the world. And in this rich diversity of culture that make, I believe, the successful university we have become today. We also take pride in helping those students with special needs that exceeds where their needs exceed those of most of our students. Respect of diversity is to have a healthy desire to learn about others and celebrate. Diversity has always been for us at Canadian University Dubai a rich opportunity to learn from one another. E for excellence.
Excellence is the key word to live by. Excellence in teaching, assessment, research, and student services. Everything we do here on behalf of our students must be the best we are able to achieve. We owe it to those who have put their trust in us. To develop them as individuals and as members, valuable members of our society. In Canada, allow me to say this. We have one of those sayings that says, the proof is in the pudding. So, what the best way to end my talk if I could not mention some of those organizations and places who are selecting, picking, choosing our graduate, and sometimes even our students before graduating in classes. Selecting them to be their future employees, researchers, managers, and leaders. So today, you are the best evidence of excellence, making a difference and a contribution towards a better world in Dubai, in the UAE, but also in Toronto, in Vancouver, in Calgary, Halifax, St. John, and many other places in Canada and around the world. You made us all proud. So I'd like, with no further ado, to introduce three of our special guests on stage today, all of whom have achieved excellence. First, Dr. Veronica Lacey. A Canadian champion of education at all levels and an educator advisor to the World Bank. We are greatly honored to have Dr. Lacey as special guest and Grand Marshal for the university. Our second guest and recipient of a degree of Doctor of Letters Honoris Causa is Dr. Soraya Hammoumi. We are pleased and honored to have her with us today. Her extraordinary volunteer efforts with regards to helping hundreds of our students and achieving accreditation of the university in the Kingdom of Saudi Arabia. Thirdly, I am pleased to introduce to you our ambassador, Arif Lalani, Canadian ambassador to the United Arab Emirates. Mr. Lalani has a long and distinguished career in public service and has been a consistent supporter of this university and the values we represent. We are pleased to honor an outstanding Canadian who made a significant contribution to the region, including serving as a Canadian ambassador to the Islamic Republic of Afghanistan, the Hashemite Kingdom of Jordan, and the Republic of Iraq. His other overseas assignments include Turkey, Georgia, Azerbaijan, New York, and Washington, D.C. In Ottawa, he has worked in the Office of the Senior Advisor for the Middle East Peace Process, Coordinator of the Balkans and Director General South and South Asia. In recognition for his extraordinary support to our university and to our graduates, CUD is pleased to confer on him the degree of Doctor of Letters Honoris Causa. Your Excellency, if you, please. Thank you. Shukran jazilan. Ana Said li wujudi huna. Out of respect for the Arabic language, I will stop there. Your Excellency, Sheikh Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, Your Excellency, General Sheikh Ahmed bin Tahnoon al-Nahyan, Chancellor Bhutti, President and Vice Chancellor Chelli, members of the Board of the Canadian University Dubai, Your Excellencies, parents, members of the graduating class, ladies and gentlemen. Almost 1,000 years ago, the Middle East created one of the great learning institutions in the world,
Al-Azhar University in Cairo. It stands today as one of the few educational institutions that has survived from ancient to modern times. And indeed, we live in modern times. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister, and ruler of Dubai, has said, I quote, "Our age is defined by knowledge," end of quote. If I might add, in this age, the world in which you will lead, those who succeed will understand the power of integrating knowledge and ideas from diverse contexts to create new models for a modern world. Where better, then, to launch your futures than from the Canadian University in Dubai, an institution with over 100 nationalities represented in a city that, like most Canadian cities, is amongst the most diverse in the world. In just 5 years, Dubai will host Expo 2020, a world exposition in this region amongst all the turbulence at the moment, which celebrates knowledge and diversity through its theme, Connecting Minds, Building the Future. I wish to highlight to you, if it is not already apparent, the connection between Al-Azhar, Dubai, Expo 2020, the Canadian University, and you. It is this. The Middle East has always been a place of learning, and contrary to what people might believe, its institutions have been open to the world around them. Nowhere is this more true than in Dubai. The Canadian University is a new institution, but it takes its rightful place in the region's great legacy of knowledge and learning. And the CUD is already one of the best. Forbes magazine has ranked your MBA program as one of the best in the region, number 3, and climbing, I am sure. In choosing Canada, the CUD has also partnered with one of the best. This is not just my humble opinion. Canada is ranked as one of the top 10 education systems in the world by independent studies, and the best in North America. Our universities are consistently ranked in the top 100 globally, and Canada takes over 100,000 international students every year. Education is one of our top exports. And I should also highlight how grateful I am for the very generous Canada Day scholarships that the CUD has launched for the past 2 years. By collaborating with so many great Canadian institutions for its curriculum and with others around the world, the CUD represents that key element for your success. It is bringing the best available talent and resources from Canada and the world to its campus. And in Dubai, CUD is part of a city that is helping to build not only a new Middle East, but a new global modern society, connecting minds, creating the future, as the Expo motto says. It is for this reason that Canada publicly supported Dubai's bid, because it is the right city, at the right time, in the right country, to host a world gathering about ideas and knowledge. Particularly at this time in the region's development, it is important that there is a place for aspiration, for knowledge, and for openness. The UAE, in my view, is amongst the most aspirational countries in the world. Through its universities, commitment to innovation, commitment to the arts and to economic development, it strives to be a model of enlightened, accelerated development. And I'm sure that this ambition, this diversity, and this sense of purpose have touched you all. So on this occasion, I wanted simply to share with you my profound belief that you are graduating at an important time, that you are graduating from a university that reflects the driving idea of our times, bringing people and knowledge from diverse contexts together to build new models for a modern world. But the reputation of this institution is going to be determined by the lives that you lead, the ambition you dare to have,
and the commitment you demonstrate to building a modern, open, pluralistic society wherever you are in the world. Excellencies, ladies and gentlemen, I am so grateful that today I have been given the distinct privilege to be part of the Canadian University of Dubai's family through this honorary degree. It is, of course, not about me. It is a recognition of the great collaboration between the CUD and one of the best education systems in the world, and with Canadians in general. So I would like to thank you very much for this tribute to the relationship between the UAE and Canada, and to now my fellow CUD alumni, I would simply say, go and be aspirational, be determined, and be proud that you have a degree from the Canadian University Dubai. Thank you. Thank you, Dr. Karim and Your Excellency, for your kind words. I'm delighted to now invite Ghaith Matar bin Mizena, MBA General Management graduate, to stage to deliver the address on behalf of all the students graduating today. Please welcome. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان اللواء ركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان Your Excellency Arif Lalani, the Canadian Ambassador, dignitaries, CUD Board of Trustees, and members of the faculty, parents and fellow graduates, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and good evening. My name is Ghaith Matar Limzina, and I am proud to be one of the MBA graduates. It is an honor to be addressing you tonight on behalf of my fellow graduates. Like many of us, we have chosen CUD to pursue our higher education, a choice that has exceeded all of our expectations. I would like to thank our professors and faculty members for their great efforts and their constant support. A special thank you for the president of the CUD, Dr. Karim Chili, for his leadership and role in making CUD having the best MBA program for such a young university, making the impossible possible. For this, I am reminded by the words of wisdom from His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and the ruler of Dubai. We in the UAE have no such word as impossible. When one doubts his potential and capabilities as well as his confidence, he will lose the compass that leads him to success and excellence. I require you to insist on the number one. Don't wait for the chance to talk about your achievements. Make the chance and let your achievements talk. This is the key to success. And as a closure, I would like to recite a poem that I have wrote particularly for this occasion. And for those who don't speak Arabic, please accept my apologies since I have written it in my native language. أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم يسعدني أن أشارك في هذه المناسبة ببعض الأبيات التي قمت بإعدادها خصيصاً لهذا الحفل وأرجو أن تنال على رضاكم باسم رب الكون نبدي بالكلام ليله الأنعام والفضل العظيم مجري الأكوان في عدل ونظام مكرم الإنسان بالعقل الحكيم واجتماع اليوم يبقى كل عام به سراج العلم نوره مستديم ليرقى العليا وبه زاح الظلام فخر للأوطان هالجيل الفهيم بالشهايد فاق صعبات المهام سالك دربه على نهج الزعيم زايد الوالد عسى روحه تنام في جنان الخلد وتنال النعيم بالشهايد فاق صعبات المهام سالك دربه على نهج الزعيم زايد الوالد عسى روحه تنام في جنان الخلد وتنال النعيم نحمي الأوطان عهد والتزام والوطن للشعب حبه كالغريم شيخنا نهيان يا عالي المقام زدتنا تشريف وبهجت المقيم بك مسيرة علم دايم للأمام
قدتها بتقان في فكر سليم. التطور زاد عام بعد عام، يشهد التاريخ من وقت قديم. والتحية قاصدة نسل الكرام، صوب وطحنون لي مثله عديم. والتحية قاصدة نسل الكرام، صوب وطحنون لي مثله عديم. لك جنود الدار، لك جنود الدار في وقت اللزام، يتبعك والصف فيها مستقيم. في حضورك كن على الخاطر وسام، للحضور اليوم والحفل الكريم. وهدي الجمهور الحاضر سلام، من عبير الورد عطرها النسيم. والصلاة تخص شفاع الأنام، للبشر كالنور في ليل عتيم. والسلام يطيب في مسك الختام، الوداع بحفظ خلاق الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Cheif, for your speech. I now invite Your Excellency Sheikh Nahyan Mubarak al-Nahyan to stage to confer the graduates of the class of 2015. Please welcome on stage. And accompanying him, Sheikh Ahmed bin Tahnoon al-Nahyan. Welcome on stage. We would like to begin the conferral with the recipients of the honorary doctorates. His Excellency Arif Lalani, Canada's ambassador to the UAE. Dr. Thuraya Hamoumi, Research Award recipients. Dr. Chris Anienda. Dr. Mohammed bin Musa. Dr. Sharif Musa, Teaching Award recipients. School of Engineering, Dr. Mohammed Al-Akhras. School of Environment and Health Sciences, Mr. Ryan Sisson. School of Communication, Mrs. Rama Makad. School of Architecture and Interior Design, Dr. Maha Al-Bastani. School of Business Administration, undergraduate programs, Ms. Suhair Hamouri. School of Business Administration, graduate programs, Dr. Hania Yusufpour. And General Education, Dr. Rawa Nahas. We now award the graduates and candidates expected to graduate for 2015. Ali Rouhi and Sanjak, magna cum laude. Ahmed Samir Khidr. Sheikh Abdul Aziz al-Shamsi. Muhammad Hamid al-Mansouri. Nouf Ali Abdullah. Isheil Ali
السمري. Summa cum laude. Yusuf Jasim Zarouni, summa cum laude. Khalid Muhammad Al Mqbali, summa cum laude. Riham Ahmad Al Havari, summa cum laude. Hussein Riaz Akbar Ali, summa cum laude. Ahmed Muhammad Al Kaabi, magna cum laude. Ahmed Khaldun Al Jarouf, magna cum laude. Rawan Ali Kazim, magna cum laude. Yasmin Jamal Al-Azarjawi, magna cum laude. Aybak Bekzanov, magna cum laude. Sheikh Abdullah Al-Mazru'i, magna cum laude. Ruqayya Jawad Salman, cum laude. Farah bin Talal Darwish, cum laude. Hira Hamad Al-Kitbi, cum laude. Zahra Samir Sajwani, cum laude. Samir Ghassoub Ayyub, cum laude. Fatma Rida Sajwani, cum laude. Rida Hussein Al-Qadhi, cum laude. Ali Hassan Salem, cum laude. Reem Muhammad Al-Khaja, cum laude. Basil Muhammad Amin Abu Al-Jabin, cum laude. Aisha Abdullah bin Kalban, cum laude. Nawal Ali Al-Ghnani, cum laude. Msabba Ahmed Hamad Al-Masafri, cum laude. Maryam Abdurrahman Al-Marzouqi, cum laude. Majid Muhammad Al-Mtawwa, cum laude. Mas'ud Ahmed Al-Ihbabi, cum laude. Abdullah Salim Al-Gamzi, cum laude. الشيخ المهندس راشد بن صقر النعيمي. عبد الله احمد ابو هندي. شيخ ابطي الظاهري. عايده فواد السراج. موزة سعيد المطروشي. أحمد نبيل الخوري. ميثا مصبح الغفلي. عائشة خالد السويدي. عهود خميس الكعبي. فيصل زكريا العبري. مريم فيصل آل علي. شمة سيف السويدي. فاطمة عيسى المهيري. شهد عادل آل ناصر. أحمد عبد الله الفلاسي. عامر الزعابي. خليفة سالم الكعبي. خالد سيف البوسعيدي. لطيفة أحمد علي.
فاطمة عبيد النعيمي. إكوا تيم أوكبو. منصور عبد الله المصيبي. نور عبد الله الشامسي. عوشة محمد الحبابي. ميثا محمد القفيدي. سالي إبراهيم سعد. غيث مطر المهيري. المزينة. حمدة محمد المرزوقي. أحمد عبد الله عمر. سعود عبد النور الريس. هدى إياد الحضرمي. فريد أحمد عبد الله. منال مصطفى أهلي. سينا مصطفى خراسندي. نورة إبراهيم الحداد. سلطان عبد الله الزعابي. محمد هيثم درويش. روضة عبد الله الطنيجي. علي عبد الرحمن باقر. موزة سيف الفلاسي. أمل محمد لوباري. يزيد عبد الله التميمي. ريم محمد المرزوقي. فاطمة إسماعيل الرستم. عبد الله مصبح الغفلي. هديزة أبو بكر أتيكو. حمدة خالد قاسم القاسم. نورة سعيد سالم. أيمن عبد الله الشحي. محمد أحمد المعيني. محمد راشد بن ليرد. حورية يوسف آل علي. شمة صبيح آل صبيح. أحمد سالم المعمري. كنزة رشيد تشوكتاي. فاطمة إبراهيم أحمد. سهيل مبارك الوالي. سوزان نور الدين. سعيد عبد الله الطنيجي الطحناني. الظناني. آمنة محمد المهيري. محمد سالم البريكي. علي أحمد السويدي. كريستينا باتيشيفا. يلدا سيروس حسيني. كمال ناصر علي. مديار كازييف. مريم
حسن سبت. لطيفة حمود العامري. علي إبراهيم النوبي. شمس درويش المري. أشكان كازم سلطاني. مريم جاسم الشامسي. الشمسي. شيخ عبد الله النعيمي. ناهد محمد يحيى. مريم أحمد النجار. بشاير علي الشامسي. الله يحفظك. مروان علي الشامسي. لينا الحناش. حجة علي ليان. سهام حسن البلوشي. محمد فؤاد المازمي. آمنة علي آل علي. حميد أحمد الكاظم. رزان محمد أبو طه. عمار سيف الشامسي. خليفة علي الفلاسي. مراد محمد مجاهد. محمد غسان الخواجة. حصة محمد السويدي. أحمد عزام طرابيشي. رائد حسن رفيعي. هربيت كاور. سماح عياتاني. زينب بنت طاح. كم لاودي. فاطمة عبد الله النعيمي. كم لاودي. لينا منير أبو بكر. كم لاودي. فاطمة جاسم الشامسي. كم لاودي. حمد محمد المرزوقي. كم لاودي. أحمد مازن خضيري. كم لاودي. ناشا تارابوري والا. شكري عبد الوهاب السيد خليل. آمنة عبد العزيز الشامسي. منصور بطي آل منصور. تماضر عبد الرحمن الملا. سالي ماهر الخطيب. أمير إبراهيم أبو سيف. ريشما أبران سورش. حميد حامد بن لاحج. دلال حسين العويد. فاطمة عبد الله عبد الرحمن. يوسف سعد الدين النوخذة. عذاري عبيد الهاجري. أحمد علي فلاسي الفلاسي.
الحارث عبد الواحد ثابت، أحمد عارف العويس، فيصل سليمان، ميثا عبد الله الياسي، فرع محمد هرمودي، محمد عبد الكريم صالح، لبنى خميس المزروعي، عصام قصيبة سوما كوم لاودة، مصطفى محمد العيوطي سوما كوم لاودة، يوسف قسوير ماغنا كوم لاودة، مرضية أسد الله بخش ماغنا كوم لاودة، آية جمال الشعار كوم لاودة، تشنتن سانجي فياس كوم لاودة، نولان سيمبرشي مانيوتشي كوم لاودة، عدنان حسن مرعي كوم لاودة، إساكا هارون بشير كوم لاودة، باسل عاطف السبيسي، دينا نعيم النجار، حسين عبد الرسول عبد العال، محمد مصطفى إسماعيل، أرينا سوبرون، تيسير هاني سلمان، أوس بشير قدور، محمد هيثم المهنة، بشير قدور، دقير ميرازوف، هما حسين عسكري، أميد بيجن أزيش، عمر عبد السلام شريف، محمد محمد اللوزي، عبد الله غازي برقجي، جوشوا سافيو دي سوزا كوم لاودي، محمد نديم علي، أميليا رومانوفا، ميريك مهول ديفيد، سوزان برادعي، عائشة ريمي كوم لاودي، أحمد لطفي إسماعيل كوم لاودي، مشاعل طارق كوم لاودي، طارق أحمد نصير الدين، عيشاتو برية عمر، وفاء عثمان الملاحي، صالح محمود الحليق، نصرة محمد فولادي، سارة غانم مخول، عائشة باجي عبد الإلهي، شيخ محمد الزاهد،
رفيعة إبراهيم الطاير. حصة مصطفى الفردان. فندانا هيتيش كومار. توليب كبلاشف. مريم عمر أمين حسين. سيدزك بيكيتوف. محمد وليد أرشيد. أديتي تاكور. سوما كوم لاودي. شايست محمد رضا سروش. ماجنا كوم لاودي. مرزية فهيمي بور. ماجنا كوم لاودي. شيرين خدبايف. ماجنا كوم لاودي. سارة عمر القويتي. كوم لاودي. ياسمين عزيز شاش. كوم لاودي. سعيد محمد أميري. كوم لاودي. داميلولا أكنسولا. محمد جنيد رحمن. مروة فيصل فضيل رباح. فاسيليوس ستافراكاس. عمر خالد يوسف. جود طه ياسين. أحمد نوري جواد. إسلام خالد يوسف. رومان بدوري. أندريا ننشا. أسد بواني. سيفيريانو أندري كابوسي. هشام عبد الرحمن خوشنو. بارت كومار بولشاندني. منال علي الفارسي. حارب سعيد حارب. محمد إبراهيم محمود. مبين هيات. شمس ماليكوفا. أليند إمدام البرزاني. شاهندة سيد مصطفى. أحمد عوض. أحمد خليل غانم. فهيد قلروح خان. هوا حسن. طه جمال معصراني. علي قدرة الله شريفي. كايل أندري بيترز. يركي بولان بيسن بايف. آية مجد الدين دوبا. نيكول فرانشيسكا دكونا. ملاك خالد العربي. بيجنش أمانوف.
Ruhui Wang. Ahmed Mahmoud Abdul Karim. Amna Maria Mayyub. Summa cum laude. Lin Asirwan, magna cum laude. Samantha Lourdes, cum laude. Mahmoud Samir Al-Batta. Muhammad Khair Al-Bu'arib. Nimra Khalid. Rahaf Adnan Al-Saif. Muhammad Abdul Rahim Armin. Abdul Rahim Umar Ahmed. Malad Sokrat Abdullah. Hawa Hussein Uthman. Summa cum laude. Amani Saif Al-Haj, summa cum laude. Rania Deeb Al-Haj, summa cum laude. Haya Ahmed Al-Mar'i, Mar'i, magna cum laude. Sadu Ali Awad, cum laude. أمين حسين محمد. فرحية حسن. خالد أدعبيس. أدعيبس. زمزم محمد إسماعيل. فصولة شكروفا. هدى عبد الإلهي دلمار. عبد الحكيم زكريا ساليهو. جمال إبراهيم الهوتي. محمود نوار كساب أو قصاب. محمد رزا صدر الله مرادي. اسكندر حفار. احمد رومل محمود. شمس الدين ادريس كيتا. محمد سعيد قلفريدان. مبشر منشاد ساتي. محمد سعيد بازياد سوما كم لاودي. ياسمين أحمد السحار سوما كم لاودي. نيمة نصر الله استاديان سوما كم لاودي. معاذ محمد كعوان ماجنا كم لاودي. علي سعيد المهرزي المحرزي ماجنا كم لاودي. مجد نجيب البطة ماجنا كم لاودي. نويد نصر الله استاديان ماجنا كم لاودي. نور محمد مقصود كم لاودي. محمد زهير كم لاودي. سعيد حسين دعاس كم لاودي. أبرار ناصر الجارودي. أكرم فؤاد خدير.
عائشة بن سالم المخمري، شادي ياسر عادل، عبد الرحمن علي ناصر، محمد علاء الشامي، عبد الله علي نصار، ماهر جابر، إيهاب هاني توفيق، مها غريب سوما كوم لاودي، ريمون جميل سعادة سوما كوم لاودي، ولا مروان الموصلي ماجنا كوم لاودي، سعيد علي اليحيائي، شريف مصطفى الجزار ماجنا كوم لاودي، كريم هشام فهمي ماجنا كوم لاودي، ريم المبيض كوم لاودي، عيسى سلامة، سيميسولا دانييلا، عبد الإله أمين آل أمين، زياد بيك، نغم محمد أبو طه، خديجة دسولا كسومو، ريما عبد الفتاح أبو شفاقة أبو صفاقة سوما كوم لاودي، ميلاد وليد نبهان كوم لاودي، فرزانة فرخي بور سوما كوم لاودي، آدا برويز صديق ماجنا كوم لاودي، هيبو بيلي ماجنا كوم لاودي، رحمة لوال آدمو كوم لاودي، أدهم شوتر، شهد ريسان المحمداوي سوما كوم لاودي، المحمداوي، محسن عبد المحسن أبو عرب سوما كوم لاودي، فاطمة بطي المهيري ماجنا كوم لاودي، نبيل أحمد العجي سوما كوم لاودي، منى إبراهيم بشرين ماجنا كوم لاودي، إنديرا أدم أبايفا ماجنا كوم لاودي، عطيق بخيت الإحبابي ماجنا كوم لاودي، محمد عبد الرحمن آل علي ماجنا كوم لاودي، سالم سعيد الكتبي ماجنا كوم لاودي، محمد مبارك المنصوري ماجنا كوم لاودي، النوبي مسري الظاهري ماجنا كوم لاودي، سلطان سالم الشامسي ماجنا كوم لاودي، عبد الله سعيد الكتبي ماجنا كوم لاودي، ظافر العويض عبد عبيد الظاهري كوم لاودي، مريم محمد المزروعي كوم لاودي، بدر يوسف الزعابي سوما كوم لاودي، محمد يوسف الزعابي ماجنا كوم لاودي، حميد العويد الظاهري كوم لاودي، عبد الله سالم العفاري كوم لاودي، زينب محمد آل مسلم كوم لاودي، سعيد راشد الشامسي كوم لاودي، مبارك سعيد الشامسي كوم لاودي،
Abdullah Hamid Al Ali, cum laude. Ahmed Muhammad Al Marri. Salim Khalifa Al Ali, cum laude. Rashid Abdul Rahman Al Ali. Farooq Abdah Abdul Wahab. Khalid Muhammad Al Halbi. نجلة سالم الصعيري جابر علي الخيلي راشد عبد اللطيف المهند المهندي عبد الله علي الظاهري كم لاودي خلود حسام إبراهيم ماجنا كوم لاودي زينة غازي مثبوت ماجنا كوم لاودي مريم عبد الكريم ماجنا كوم لاودي نعيمة عبد الهادي أماني كوم لاودي سيد عتو كوم لاودي عماد جورج بدران تومرس خلاتييفا سلطان عبد الرشيد كم لاودي عماد عبد الرزاق تابعي كم لاودي أحمد محمد بوشنق كم لاودي صفية يحيى علي غلام رضا سرقالي شيلدن مارك فونسيكا حبيبة أنوفا عمران عيسى راد حامد أحمد كرمي ميسر عثمان الملاحي منورة زبيدة لديفا كم لاودي فيدا مهرفاني نيكو مهسا أحمد سيف and finally يوليا أندرييفا And now, we would like all to get together for a group photo. Graduates, please wait for the cue before throwing your hats. Ladies and gentlemen of the audience, thank you for taking part in today's event. Please join me in congratulating the Canadian University Dubai Class of 2015. Graduates, you may now throw your hats.
Thank you once again for all being here with us. And congratulations to the class of 2015 once again. Have a great evening.